طالما قلنا كلمة محترفين يبقى لازم نستهل بمحمد صلاح ونعرف كده رأيك ورؤيتك لأداء محمد صلاح في البريمير ليج، وبرضه فكرة ان هو واحد من ابرز ويعني واهم الاسماء المرشحة كاللاعب الافضل في البريمير ليج. شايف اللي حاصل ايه؟ محمد صلاح ما شاء الله طبعا مش محتاج تقييم. محمد صلاح يعني انت بتتكلم في لاعب عارف يصنع اسم كبير في على مستوى الكره العالميه مش بس الدوري الانجليزي. محمد صلاح النهارده للسنه السادسه على التوالي بينافس على لقب الهداف، يمكن خد ثلاثه قبل كده هداف دوري انجليزي. انت بتتكلم برضو خمس سنين هداف ليفربول من ساعه ما جه، والسنه السادسه بينافس هو دلوقتي برضو هداف ليفربول، يعني هو وكمان المركز الثاني يعني بينافس واحد زي هالاند، يعني ما شاء الله ماكر التهديد بالظبط كده، مش فاهم حاجه مش محتاجين نتكلم عنها يعني. فمحمد صلاح يعني الحمد لله ماشي بخطى ثابته، يعني وصل لمرحله عاليه من النضج الكروي، عارف هو بيعمل ايه. كمان يعني محمد صلاح بيشتغل على نفسه بشكل كويس، انه كتدريبات خاصه بيعد نفسه يعني بدنيا. يعني كمان انت لو استاذ كريم لو تشوف الكلام من اللعيبه بيتكلم، يعني لسه شايف سوبوسلاي امبارح بيقول تصريح عن ان هو بيقعد مع صلاح عشان يتعلم منه ويشوف الخبرات اللي خدها وفكره التدريبات اللي بيعملها في بخلاف التدريبات الاضافيه بخلاف التدريبات في ليفربول، يعني عشان يتعلم منه ويوصل للمرحله اللي صلاح وصل لها، يعني بياخده مثل بيحتذي بيه يعني. فيعني في ايه تاني هنقول اكتر من كده؟ بس يمكن كريم لما كان بيتكلم كمان عن فكره الجائزه الافضل، احنا معانا خمس مرشحين يعني نقدر نقول كده ولا اقوى، معانا يمكن هالاند، معانا ساكا، معانا يعني اولي واتكنز، يعني خمس مرشحين تقال جدا مع صلاح. فعايزين نتكلم اكتر عن فرصه صلاح في ان هو يحصد الجائزه دي. هو طبعا اي ترشيح للجائزه صلاح هيكون موجود فيهم. ليه بقى؟ يعني احنا بنتكلم لغه الارقام استاذ مريم. فالنهارده يعني صلاح انت بتتكلمي لسه زي ما كنا بنتكلم استمراريه وثبات، يعني فكره انه ليفربول ماشي بشكل كويس، هو دلوقتي المركز الثالث لكن موجود في المنافسه، الفرق بينه وبين مانشستر 3 بونت، فمش بعاد يعني ممكن ماتش واحد يعادل، ممكن مواجهه مباشره ما بينهم خلاص خلصت يعني. فالموضوع قريب مش بعيد. كمان صلاح بنفسه ان هو يعني 8 اهداف بينه وبين هالاند 3 اهداف اللي هو 11 هدف هالاند، يعني فالموضوع برضو قريب. فلو في ترشيح لو ما كانش صلاح رقم واحد هيكون رقم اثنين، مش يعني مش هيبقى رقم 3 و4 يعني على مستوى الدوري الانجليزي، يعني الارقام هي اللي بتتكلم. فصلاح يعني وصل لمرحله من انه هو خلاص يعني زي ما تقول نموذج الارقام القياسيه متحرك. بس هو فرصه انه يحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي عماله تبعد بوجود هالاند. ده طبيعي، بس خلينا متفقين برضو انه هالاند مهاجم صريح، ده غير انه صلاح جناح اساسي يعني، فجناح وست سنين بينافس على الهداف، ده انجاز في حد ذاته صلاح يعني، حاجه تحسب لصلاح مش عليه يعني. وهالاند برضو بيلعب فريق فيه كل الامكانيات متوفره، يعني مع احترامي لليفربول فريق كبير، لكن على المستوى الجماعي كله في تفوق كبير ما بين مانشستر سيتي وما بين ليفربول يعني. طبعًا. ففي فارق كمان يعني، هو فريق مانشستر سيتي عنده نزعه هجوميه عاليه، فهتلاقي نسبه التهديف عنده اعلى من نسبه ليفربول. بس لو هنراجع الارقام الفريقين هنلاقي نسبه تهديف صلاح بشكل عام عاليه، يعني صلاح بخلاف ماتش امبارح يعني بتاع لوتون تاون جايب 5 اهداف في 3 ماتشات، منهم مباراتين او 3 هو اللي حاسمهم.